مستمعينا مستمعاتنا كنشكروا لكم وفائكم وانتم دائما في الاستماع لبرنامج لك سيدتي على امواج اذاعه ام اف ام. دابا غنطلقوا للطبخ. وجدتوا الورقه والستيلو الشيف طارق، شنو غادي تقترح علينا دابا؟ وحنا قلنا بان اليوم غنعطيو وصفات خفيفه مصوبه من الرمان، بالرمان او واحده من المواد اللي مكونه لهذه الوصفات الرمان. علاش بعدا اختاريتي لينا الرمان؟ حيت دابا سي الفرويد سيزون سي الرمان. موجود باختو كراره سي داكشي موجود الخير و سي با شير. ما غاليش. والقيمه ديالو الغذائيه الرمان ابخي رمانه وحده واحد 80 غرام دو. في 80 غرام ديال الماء في الرمانه الواحده. وحده البروتيين سكر البروتينات والسكر والسكريات دي سيل مينيرو يعني والاملاح المعدنيه والفيتامينات حتى هي فيه. اين فيتامين؟ لا فيتامين سي لا بي 1 فيتامين سي و بي 1 واخا. عطينا شنو اول وصفه غتقترح علينا دابا؟ اول وصفه ندير واحد لا سالاد. سالاد ديال شو روج شو بلون مي الكروم. الكروم ياك مغافي غابي سيزلي مع يعني محكوك ومقطع. محكوك ومقطع صغيوار وداكشي ويل دوليف ملحه بزار نورمال كومين سالاد. يعني كناخذو شنو وحده كرومه وحده كرومه كبيره نص ربع 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 واخا ربع ها يا بخي كنديرو ملحه وبزار كنقطعوها قطع صغار صغيره فين بحال بحال الربيع بحال المحكوكه بحال المحكوكه واخا تنزيدوا عليها مليحه وبزار ملحه وبزار ويل دوليف جو دو سيترون شويه ديال الحامض يعني عصير الحامض وشويه ديال زيت العود اي ابخي كنزيدوا عليها الرمان كنزيدوا الرمان هكاك نفرك كما كنقولوا كنفركوا الرمان الرمان ومن بعد كنزيدوا ياغورت ناتور ياغورت طبيعي. طب مشري ولا مصايب؟ صافي سي تري بون سي زوينه بزاف. الكروم ربع كرومه الرمان الرمان هذو هما المقادير والياوغت تنشدو تنديرو فيه البزار الملحه زيت العود وعصير الحامض شويه سي فاسيل افير كتخلطو سي اون سالاد كتجي بنينه كتزيد عليه اليوغورت ياوغورت كتخلط كلشي سي بون تو بو بخونت تيجي بنين واخا تتقيدوا. تنتمنى بان المستمعات كيكتبوا هاد الوصفات. عندنا وصفه اخرى عندنا اون فينيغريت اباس ديال الرمان يعني هذيك لاصوص لا فينيغريت كنديروا في لاسالاد لا فينيغريت لاسالاد ولا نديروها مع لا سالاد ولا مع الخاص ولا مع شي حاجه اخرى بغينا نقدروا. عطينا الوصفه ديالها الشيف. عندنا رمانه بلطو رمانه كنقسموها على جوج رمانه كنقسموها على جوج كنريكيبيري واحد نص رمانه الحبوب دوك لي غران يا بخير رمانه اخرى كنعصروها بحال ليمونه في هذيك شوف في العصاره وي باش تعصر لينا حيت فيها العظام غتعصر غتخرجنا بزاف الماء بشويه ما غاتحتاجيش ديجا بالماء غير لاغوم ديالو داكوغ واخا غير شويه. دونك تنشدوا الرمانه تنقسموها على جوج وي كناخذوا الحبوب هادوك تنخليوهم ونص كنعصروها كنعصروه حتى يعطيك الماء ديال الرمان واخا عادي في ديك تاع الليمون ديالنا نورمال يا بخي عندنا زيت العود زيت العود خل الخل ملح وبزار ملح وبزار كنشدو زلافه كبيره الخل العادي ولا الخل ديال الحامض الخل ابيض الخل ابيض واخا كنشدو زلافه كومسا كنديرو فيها الخل كنديرو ملح وبزار باش ديك الملحه ديالتنا كتذوب في ذاك الخل حيت الدري الزيت ما تذوبلكش هذيك الملحه واخا دونك تندير الخل في واحد كنشد واحد الزلافه غيسيبيون كندير خل الخل ملحه وبزار زائد الملح زائد البزار كنحركو باش كيذوب هذاك يا بخي كنزيدو الويل دوليف كنزيدو الزيت واخر حاجه على هذه الاربعه ديال المكونات زيت العود عاد كنخلطو مزيان كنفويتو باش كطلع اون فينيغريت عاد كنزيدو لو جو ديال الرمان اللي صايبنا هكاك هذاك العصير اللي عصرنا عندك اون فينيغريت هي لو غو ديال الرمان يا بخي كنزيدو الحبوب ديال الرمان فخي صافي تي ميلونج وكتاكل الرمان بهذيك لا فينيغريت حيت كاين الرمان عادي الناس تاكلوا الرمان عادي وكتاكل ديك لا فينيغ لا سالاد ديالك فيها ديك لا غوم ديال الرمان ولا غوم الرمان تي مونج تي بريبار سكو تي بو بريبار وكتاكل هذاك الخس ولا هادو سي دي ديسير هادو ديسير هذا بلوتو سي اون سالاد في الاول هذا اكومبانيمون سالاد اون سوس يا بري بور لو ديسير قلنا ان تروك سامبل كيديروا الناس في الدار سي فاسي سي لا باناكوتا نورمال سي باناكوتا قول لنا الشيف شنو هي باناكوتا باناكوتا وشنو المكونات ديالها لان السيدات كيبغيو ينوعوا ماشي مشكل الباناكوتا عندنا بور دو بيرسون ابي جوج ديال الافراد جوج الاشخاص كداريا في دي فيرين في كيسان دجاج ولا شي بحال دي فلون سي لونجين تاليا 20 غرام
ديال نواة كوكو غابي. 20 غرام. حيت كنديروا نواة كوكو مع لا كريم محكوك. ديال الدار اللي كنديروا الحلوة الكوك إلا عرفتيها. أييه واخا دونك 20 غرام ديال الكوك مسحوق الكوك. و 40 غرام ديال لا كريم فريش. 40 غرام ديال القشدة الطرية. القشدة الطرية. 15 غرام ديال السكر. 15 كيفالون ديال المعلقة سنيدة. خمسين غرام ديال الكريم اللي قلتها لك ديجا لا كريم فريش وي قلنا كاسون وفي ورقه واحده ديال الجيلاتين ورقه واحده ديال الجيلاتين واخا هادو فيما يخص المقادير المقادير الطريقه كندير السكر مع لا كريم كتكتبي زينب كتكتبي الوصفات باش تغلطي ما بغاتش تغلط هادشي كيغلط سي نورمال ايوا هادشي كيغلط اللي ما بغاش تغلط ما ديروش تفضل السكر مع لا كريم فريش كنخلطو مزيان كنزيدو عليهم نواة الكوكو تنخلطوهم يعني بالباتور بالضوء ديال الضوء ولا عيب يدينا بالفوي يدينا فوي احسن حيت عندنا كونتيتي ماشي كبيره دونك كناخذوا لا كريم فريش ها وكنديروها مع السكر ومع نواة الكوكو مع الكوك وكنديروهم فوق العافيه فوق العافيه فوق العافيه ابخي كيطلعوا فوق العافيه مهيله مهيله كيسخنوا شويه كنحيدوا ما كوتي باش كنخليو داك الكوكو يدير شحال المده تيسخنوا شويه يعني شنو 20 دقيقه ابخي غير هو ما يبويش ما يغلاش ما يغلاش واخا ابخي كنحطو ما كوتي باش داك النوا د كوكو كيدير لانفيزيون كيطلق كيطلق لينا البنه ديالو في هذيك لا كريم وسكر واخا ابخي في هذا لو مومون كدير انت الورقه ديال الجيلاتين ديالك في الماء بارد باش تطلق شويه عليها ابخي كنباسيو هذاك الشيء في شي صفايه هذيك لا كريم وهي باقيه بعد ما بدات دافيه مازال شي دافيه باش كنزيدو على ديك القضيه باش كدوب لنا تما كنخلطوها مزيان يا بخي كنديرو هذاك الشيء في الكيسان شويه وكتخليهم في ساعه في الثلاجه ببخي 4 سوايع 4 سوايع يبقاو في الثلاجه يباتوا مثلا تصوبهم في الليل يباتوا ولا مزال وي ماشي مشكل يقدر يعني يفوت 4 سوايع غير هو ما يبقاوش في الثلاجه الفوق ولا شي حاجه لا غير في العادي تمبيراتور نورمال في الكونجيلاتور وي يا بخي 4 سوايع يا بخي كنشدو الرمان دوك الحبوب الرمان فوالا بحال بحال الرمان وكنشدوه كنديروا مع شويه ديال النعناع شويه الجو دو سيترون كنخلطوا مزيان يعني كنشدوا النعناع كنقطعوه فين كنقطعوه حتى هو رقيق ابخي كنخلطوه مع دوك لي غران وشويه الجو دو سيترون لي غران ديال الرمان ديال الرمان كلشي عندنا في الرمان اليوم ابخي هذاك الكيسان كتخرجوا من الثلاجه وكتزيد فوقهم هذيك لاكوش طبقه ديال هذاك الرمان مع النعناع مع النعناع مع ديك النوا دو كوكو اي سكر داكشي سا سا دون ان بون فاشابول هادي باناكوتا هادي باناكوتا د الرمان اليوم تو ان بو د الرمان افيك سي تو هادي شي حاجه تزيدني بيان سور الوغ هنا شنو فكرت ناخذ مكالمات ونرجعوا ناخذوا نشوفوا شنو الشيف مازال مخبي لينا خصوصا وانه قال لي واحد الحاجه مهمه في الفاصل قال لي بان السيده اللي تزبقات لها الملحه وهي كطيب وكثرت الملحه وتخلعات وقالت ناري مشاد ليا الطياب اليوم هو كيقول لكم ما تخافوش هاد الملحه كلها تقدر تبقى عندك الماكله وتحيدي الملحه كيفاش غادي نعرفوا بعد المكالمات ناخذوا مكالمه اولى الو الو صباح الخير صباح النور كيدايره ايمان اهلا لاله لاباس الحمد لله كنحييك وكنحيي الضيوف ديالك كاملين مرحبا وشفتوا لاله حجيبه لاله يخطيك على العينين تبارك الله عليكم وكنستافدوا معكم اختي هذا هي الهدف ديالنا ايمان واحد الكاسكروت بما ان الدراري داروا لهم هاد التوقيت المستمر يلق الدراري الصغار غداهم احسن من ما نديروا لهم المرقه في الخبز وداك الشيء عندنا بسم الله نبداو اهيه تفضلي عندنا خبز هذاك الخبز المربع اييه الباندومي جيت البارح نتيا وعندنا لالا كاشير فيمي وعندنا واحد الفلفله واحد مطيشه واحد البصيله اييه واللي بغاو المايونيز ولا لا موطارد حسب الدراري شنو تيبغي كنقبطوا هذاك الخبز كندهنوه شويه شوف الاولاد اش يبغوا فرماج ولا زبده ولا كندهنوه وكنقطعوا الفلفله كنحيدوا لها الزرعه كنقطعوها دواور تنغسلوها من بعد الغسيل مزيان وتنقطعوا مطيشه تا هي دواور والبصيله تا هي دواور صغيره شويه باش تدخلنا في هذاك الخبز هذاك الخبيز ايه وكان نديرو هذاك كاشير فيمي حتى هو كنقطعو الى عندنا مربعات نقطعو على حساب داك الخبز اللي عندنا وكنعملو الكاشير كنعملو عليه الفلفله وطرف ديال المطيشه والبصله من جوج جوانب اذا كانوا الدراري تيبغيوها ما كانوش يبغيوها نعملو لهم غير مطيشه واخا ومن بعد
كنشدوا داك الفرماج المربع نسيت ما قلتهاش الفرماج ديال الساندويتش ها ايوه بحال الاحمر وهو مربع تنعملوا الا ما دهناش الخبز بالزبده تنعملوا هو الاول تنعملوا ورقه فوق الخبز حيت هو كاري بحالو والجهه الاخرى حتى هي كنعملوا فيها واحد الفرماجه تنخليوا هذاك الخضر وكاشير في الوسط ايه وتنعملوا شويه ديال المليحه وشويه ديال الكمون وتنسدوا عليه وتنعملوه في هذاك البلاكيت ديال اللي كان ديال البانيني مزيان باش باش يسخن شويه ايه غير يسخن شويه يتحمر شي شويه وهكذا تنخليوه تيبرد وكنديروه في بابيل الالومنيوم وتنعطيوه للوليدات يديوه معاهم المدرسه تبارك الله عليك تبارك الله عليك وتنشكرك بزاف على هاد الوصفه ديال الكوتي اللي قدمتي لينا اليوم ناخذ معنا مكالمه ما معناش مكالمه عايده واخا نرجعوا عندك الشيف طارق وي. كنتي بغينا نتكلموا للسيدات على اللي تزبقات لها الملحه في المرقه في المرقه فوالا شنو دير باش سوغاتخاب وتعتق راسها شد واحد البطاطا نقيها وتلوحها وسط هذيك الكامله اللي مطيبه ولا تحيد لها القشور اي بيان سور وتلوحها وسط الكامله وديرها هكذاك صينه وسط هذيك المرقه وتخليها حتى يطيب هذاك الشيء اللي كطيب هي وتحيد هذيك البطاطا سي فين ولا تلقات لها البنوي ما بغاش دير ما يطلقلكش ما تلقش يعني ما غادي يكون عندها حتى شي والو يعني واخا ما عرفتش شنو تكون مطيبه هي زبقت لها الملحه حنا كنديروا بطاطا في كل شيء يعني راه ماشي مشكل كاين شي حوايج اللي ما تجيش معاهم بطاطا البسطيله ما غاديش دونك يا هذيك بطاطا كتشدها كديرها في هذاك المرقه اللي طيبه في الكميله ديالك طيب لك شنو بغيتي طيبي وكتحيدي ديك البطاطا كاع ديك الملحه اللي تما البطاطا داك لاميدون ولا بصوب توسا ولا ما بقاش ليا الملحه لا غتولي ديري الملح كلشي عادي يلاه ديري الملح اللي بغيتي انت قياسك انت بتزيدي تعرفي واخا شيف شكرا شكرا بزاف ليك شنو غادي مازال تقترح علينا قلت انا شويه البرد في العالمية دي سوب دي سوب واخا تعطينا اون سوب اون سوب ا باز دو اش نقول لك حساء ديالاش ا باز دو بوتي مارون القرعه الحمراء اياه مزيانه هادي مزيانه انا جنبي انت كتعجبك واخا غادي تعطيها لينا من بعد ما ندوزو عند زينب ديال 11:19 دقيقه زينب العلام راك هي حاضره معنا وصفه ملكه جمال الكون ديال البدينات لسنه 2014 من بعد ما يعني شاركتي في المسابقه وترشحتي بانك تكوني ملكه جمال افريقيا على ديال البدينات ومشيتي انتقلتي للنهائي احكي لينا على النهائي كيفاش داز النهائيات شكون كان معك تختاروا ممثله لكل قاره ولان ما كانتش القاره الاسيويه كانت غائبه ف اضطروا انهم يزيدوا متسابقتين من فرنسا ومن برازيل واخا دونك في افريقيا كانت مغربيه زينب العلام وي. في امريكا شكون كان برازيليه جيسيكا وفي اوروبا فرنساويه وفي استراليا كانت استراليا وي وي استراليا ما عقلتش الاسم ديالها لان كانوا غير بعض ديال المتشاركات ما كانش الخمسه باش تكمل القاره ديال خداو جوج من اوروبا خداو من اوروبا ومن امريكا اللاتينيه كانت باش ما ننساش من كندا واخا امريكا الشماليه حسيتي بانك تقدري يعني كاين مسابقه شديده كاين لا الصراحه شنقول لك في النهائيات كانت صعيبه لان كانوا البرازيليات بجوج و يعني عندهم شنقول لك كيفاش حدود الفوز اكثر لاني تتشوفيها من لجنه التحكيم طريقه النظر وهذا تيبان لك شنو زعما كيفاش لان انا الاختيار ديالي جاب تصويت ديال الجمهور يعني ماشي اللجنه اللي اختارت اللي كان عندهم زايد عليك ممكن جرأه اكثر جرئات جرئات ممكن استعراض الجسم ديالهم اكثر من هذا لان كان عندنا حنايا يعني حنا مسلمات ما لبستيش يعني ما كنتيش لابسه واحد اللباس اللي كنتي لابسه لباس محتاشين مقارنه بهم هما كانوا جريئات اكثر وفي المشاركه ديال ملكه الجمال ممكن حتى الجراه تلعب واحد الدور اكيد ما وصلتي تما راه ديجا عندك جراه عندك واحد تبارك الله شويه عندك في اللباس
ولكن كان ماشي ممكن تلبسي هذه القضية هذه. ديما كيتطرح هذا المشكل هذا ديال اللباس في المسابقات ديال ملكات الجمال. وانا من بعد المشاركة ديالتي في ديال الكون جاتني يعني مسابقات اخرى اتصلوا بيا في ايطاليا وفي يعني في جزر باش تكون مسابقات نشارك فيهم ورفضت لان كان غيكون يعني اللباس ديال البحر ماشي غير محتاج ماكش انا نلبس داك يعني ماشي كيفاش تدوزي ديري بعرض عرض وماشي انا ماشي دخلت الملكات الجمال غير باش نستعرض الجمال ديالي ولا الجسد ديالي انما باش نوصل واحد الرساله للنساء البدينات لان لان داك المسابقات ما تهمونيش يعني ديجا عرفتي بانك قدام هادوك راك ما غتكونيش الاولى هذيك انت متاكده منها من كل الاولى كان عندي فكرت انني بالنسبه للجمهور غادي كاين تصويت كنت متاكده انا في لوجيستي هضر معايا قال لي عرفتي شكون على من صوته قلت لي انا متاكده انا قال لي علاش متاكده من راسك واحد الجيش فرونسي قال لي لازم انا متاكده من راسك بزاف هكا قلت لي عرفت انا الناس عندي جمهور ديالي الحمد لله والناس ديالي غيصوتوا عليا قال لي ولا كاينه حيت كاينه برازيليا ولكن ذات اصول يابانيه قال لي تقدر تكون هي اكثر منك راه اليابان كثير اسامي قلت لي لا انا متاكده من راسي والحمد لله في تصويت الجمهور كنت انا الاولى داكشي علاش كنت الوصيفه الاولى ديال ملكه الجمال بالتصويت يعني ومن بعد ما كنتي الوصيفه وصافي تمكنتي من تاخذي هذا اللقب هذا تختاريتي من طرف واحد الجمعيه او نقولوا جمعيه خيريه اللي هي اماراتيه واللي عندها واحد المنظمه اللي عندها واحد الصيت كبير جدا في العالم العربي انك تكوني انت السفيره ديالهم تكوني اللي كتقومي بالاعمال ديالهم الخيريه في اين منطقه تطريت عبر العالم يعني في العالم كله انت هي زينب علام هي اللي السفيره ديال ديك المنظمه الاماراتيه ماشي غير زينب علام كاينين الناس بزاف كاينين يعني مغنيات كل وحده في مجالها كل واحدة في مجالها انا تختاريت شنو المهم ديالك النساء والطفوله النساء والطفوله لانني كنت مهتمه بالمساواه يعني في مجال المساواه ومجال الطفوله ف يعني فاختاريت انني نمثل النساء المغربيات في هذا المنظمه واخا نرجعوا لك باش تعطينا كلمه اخيره زين بعلم نمشيو ناخذوا لا سوب ديالنا من عند الشيف طارق واجد مرحبا يلا قول لنا المقادير لا سوب القنا ديال القرعه الحمراء القرعه الحمراء واخا ناخذوا القرعه الحمراء شحال ديال القرعه الحمراء على حساب شحال ما بغيتي باش شفتي القرعه الحمراء قداش تا خوتي ليش جوج طروف ثلاثه كيلو ان كيلو واخا كيلو معاه كنديروا لو بوارو بوارو تاع هو سيزي مخصوص بور ويل دوليف زبده وزيت العود وشي عريش ديال الزعتر واخا الزعتر واخا كديري زبده طريقه الدوب. زبده كتذوب باش ما تيتحركش لي دو لي دو لي دو زيليمون يا بخي كتزيد داك البوارو حتى كيطيح مزيان وكتزيد هذيك لا القرعه وي كتزيد كتخليها تذوب بوحدها كتزيد شويه ديال الفون بلون دو لايبه بحال قلتي نور ديال الدجاج نور ديال الدجاج مع شويه ديال الماء ولا شي حاجه كتزيد كتخلي واحد النيفو يا بخي تو لو ريكوبير تو ميكس ما كدوز على في شينوا ولا في باسوا حيت كتولي ليس اونكتيوز مزوينه كتزيد شويه ديال الكريم كتفيريفي لا سيزونمون ديالك ابخي ا كوتي سا ماري تري بيان كتمشي مزيان مع شويه ديال الفروماج بلون فروماج بلون مع شويه ديال ليزار بلاي ولا شويه ديال اتومير كانيل وكتحطها الوسط وكتكب لا سوب ديالك سخونه بزاف بنينه جديدة تنشكرك بزاف شيف طارق بن شلح ما كفناش الوقت اليوم انا ناخذ من عندك ولاد شينا غدا الاسبوع المقبل الاسبوع المقبل كنوعدوا المستمعات والمستمعين ان غادي يكون معنا الشيف غادي يكون مجد لنا شي حوايج يعني اكثر تكون مشبعه وتكون جديده وتكون زوينه فريد اشبك تشير ليا واخا انا غادي نسالي دابا زينب علم ما سخيناش بالضيوف ديالنا زينب علم شكرا بزاف لحضورك معنا شكرا وتنهنئوك من جديد باللقب اللي خديتي الشيف موعدنا كيتجدد الاسبوع المقبل غادي صافي غادي نستضيفوك من جديد شكرا لكل شكرا ليلى اللي رفقت الشيف نخليكم مع زينه من اداء